أنا أحد أفراد هذا المجتمع، والمجتمع بحاجة إلى الكثير. الرغبة وحدها لا تكفي. أنت عندما بدأت تتعامل مع المجتمع فأنت بحاجة إلى عديد من المهارات والخبرات لتتعامل مع المجتمع. هذه المهارات والخبرات تحتاج لها إلى تدريب مسبق. برنامج قيادة الشباب هو برنامج يهتم بصنع قادة مجتمعيين. حصلت على كثير من المهارات، اكتسبت الكثير من المعارف، وبالتالي استطعت ان اقدم خدمة جديدة للمجتمع باسلوب حديث ومنهجي. حصل تغيير كبير في عملي المجتمعي، أصبحت الآن قادراً على تحديد احتياجات المجتمع بطريقة منهجية، وقادراً على كتابة مقترحات المشاريع، وقادراً على جلب التمويل. كنت خريجة جامعة مش عارف فين أروح، فين اتجاهي، فمركز خدمات الشباب أعطاني فرصة لأعرف فين قدراتي ومهاراتي. أعمل حالياً كمدربة تصوير، كذلك المسؤولة الإعلامية على العديد من المبادرات الشبابية داخل مدينة تعز. كان التأهيل الوظيفي بمثابة انتقال نوعين، يعني إن من التأهيل من الجانب النظري إلى الجانب العملي التطبيقي. رسالتي إلى الشباب في اليوم العالمي: اعرف نفسك، ماذا تريد، ابني قدراتك. أصبح اليوم حسين رقم مؤثر وقائد مجتمعي. حسين اليوم ليس كما بالأمس.